الكاتب الصحفي عبد النبي عبد الستار المتحدث الرسمي باسم حملة كمل جميلك. الحملة بدأ تأسيسها الفعلي بعد ثورة 30 يونيو وبالتحديد بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي بقرار شعبي. فكرنا في تأسيس حملة للحفاظ على الثورة حتى لا يتكرر سيناريو 25 يناير ويسطو على الحكم فصيل بعينه ونفاجأ بمحمد مرسي آخر داخل مؤسسة الرئاسة. فكرنا في الحملة أسسناها بدأت تلمس مع الناس بسرعة، ولكن القرار الرسمي للنزول للشارع وجمع توقعات كان يوم 30/9، وكانت المرحلة الأولى من 30/9 ل 15 نوفمبر، والحملة بتستهدف جمع 30 مليون توقيع للضغط على الفريق عبد الفتاح السيسي لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة. لعبة الأرقام سهل جدا اللعب بيها، ولكن اللي أقدر أقوله المؤشرات إيجابية وأعلى مما تخيلنا، وأنا أعتقد يوم 15 نوفمبر قد نفاجأ بأرقام أعلى من 30 بكتير، ولكن أنا ما أقدرش أقول لك رقم محدد. إحنا انضم لينا 8 حملات جموا معاهم 3 مليون توقيع قبل ما يبتدوا معانا، وبالتالي وإحنا كنا معانا في البدايات قبل ما ندش الرسمي يوم 30/9 كنا معانا 2.5 مليون، يعني بدأنا التدشين الرسمي معانا 5.5 مليون توقيع. المؤشرات المحافظات شغالة أحسن من القاهرة، الناس فيها تهافت وتنافس غير عادي للتوقيع على استمارة الضغط على الفريق السيسي لخوض انتخابات الرئاسة، والمحافظات ابتدت تبعت الاستمارات وحيبتدي حصر دلوقتي بندخلها على جهاز عدم التكرار، او بحس ان هنضمن ان التاكد من صحه البيانات الموجوده في كل استماره، وهيبتدي الحصر اعتقد في 15 قبل 15 نوفمبر هنكون حددنا احنا وصلنا الرقم كام، وهنعلنها بكل شفافيه لوسائل الاعلام. ومش عيب حتى لو احنا ما وصلناش للرقم ده، انا ممكن اقول 28 مليون اللي وصلت له، يعني انا لجنة بعيد عن القران كل شيء يجوز. احنا نعتنق مبدا الشفافيه وهنفضل كده قدام الناس، لكن اعتقد ان رصيد الفريق عبد الفتاح السيسي داخل كل بيت مصري وداخل كل قلب مصري يسمح بتجاوز رقم 30 مليون بكثير. فريق عبد الفتاح السيسي هو منحه الهيه لشعب مصر. الزعامه لا تولد بالوقت، ما فيش زعيم بمرور الوقت، ما فيش حاجة بتيجي بالتعود أو بالتكرار. ربنا بعتهن في الوقت المناسب. صاحب قرار، مصر كانت تحتاج إلى زعيم وليس إلى رئيس، صاحب قرار. والفريق السيسي لا نتعامل معه على أنه قائد عسكري، قائد ثوري قدر ياخد قرار مناسب وحازم في وقت راهم فيه في حياته ومستقبله، ولو فشلت الثورة لكانت الدنيا باظت معاه خالص، لكن انحاز لإرادة شعبه، انحاز للوطن، ورفض الانحياز لحاكم ظالم، حاكم رفضه شعبه. وعبد الفتاح السيسي هو الوحيد في مصر الذي يمكن أن يؤتمن على هذا البلد، رجل يتمتع بخبرات عديدة وعريضة بحكم عمله بجهاز المخابرات المصرية واطلاعه على ملفات مدنية عديدة. لست مع الذين يقولون أنه قائد عسكري، قائد عسكري إزاي وهو الرجل كان في بعثات في الخارج وله 18 بحث سياسي، قائد عسكري إزاي وهو خد قرار انحيازه للشعب، ده القرار ده ما حدش يقدر إلا ثوري. لا، قائد ثوري يعني ما ياخدش القرار ده غير واحد سائر، مش مجرد واحد عسكري او قائد عسكري. تاني حاجه، هو خدت حاجه حلوه قوي من القياده العسكريه والمؤسسه العسكريه صانعه الابطال والفرسان، خد منها الانضباط، ومصر تحتاج الى رئيس منضبط وليس الى رئيس منحرف زي محمد مرسي. الفريق السيسي اولا هو اللي يقود البلد، في رئيس مؤقت للبلد المستشار عادل منصور، في رئيس حكومه. الفريق السيسي حاليا هو نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، ولكن مؤثر في القرار بالتأكيد وبموجب التفويض اللي منحه له الشعب، ولكن الفريق السيسي حمى مصر من حرب أهلية كان يفتعلها الإخوان، كانوا يحاربون من أجل نشوب حرب أهلية واقتتال شعبي وتصوير وتحويل مصر إلى ساحة سورية جديدة، ولكن
حكمة القيادة الحالية أو النظام الحالي فوتت الفرصة على الإخوان وطلع سفينة الوطن بتسير بأقل الخسائر، حتى الخسائر التي تحدث نتيجة حمق وحماقة وغباء جماعة فصيل الإخوان الإرهابيين. الشعب اللي يجي الساعة 7 يرضخ لقرار حظر التجول بطيب خاطر وبحب غير عادي ويقف في بيته من الساعة 7، شعب يدرك المخاطر والمؤامرات التي تحاك ضد هذا الوطن، وبالتالي هي ضرورة. مضطر الشعب مضطر يستحمل حظر التجوال، وعارف مدى المؤامرات الأمريكية الإخوانية الدولية القطرية التركية. نحن محاصرين بكوكتيل إرهاب دولي. مصر في حاجة ملحة إلى استمرار حظر التجوال لبعض الوقت لحين انضباط البلد والقضاء على فلول جماعة الإخوان الإرهابيين. إنهم يتنفسون كذبا، ده رصد طبعا، احنا عارفين اتجاهها، يتنفسون كذبا. ده قالوا على شعب مصر فوتوشوب. مش بعيد قوي ان هم الشعب 33 مليون بني ادم اللي حولهم لفوتوشوب، اي حاجه ورده هم يجيدوا ده، وبيدفعوا ملايين الدولارات للاسف الشديد في سبيل الترويج لاكاذيب وشائعات. وانا اعتقد وبطعن والتسجيل ده صعب قوي وسهل قوي. ده اذا كانوا قالوا على شعبنا ان ده مش شعب، وقالوا على شوية اللي بيأجروهم هم دول شعب مصر. انت محتاجة ايه؟ ناس اعتدنا منهم على الكذب والتضليل وخلق الأكاذيب.